الجزء الثاني موجود، وهناك مدربان اثنان موجودان حاليا في العراق. كذلك الدعم متوفر من قبل مركزنا في مدريد. لقد بدأنا المشروع وهو لا يقتصر على النزول إلى الملعب، إنه فرصة، وهو مشروع متكامل يتضمن تحسين البنية التحتية للأندية. وكما تعرف حضرتك إن البنية التحتية للأندية العراقية ليست جيدة وتحتاج إلى تطوير على مستوى الملاعب والمنشآت. نحن نسير في طريقين متوازيين، الأول هو إعداد المدربين وتطوير الفئات العمرية، والثاني هو العمل من أجل تحسين البنية التحتية. لقد رسمنا خطة إدارية تطويرية مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، وتكلمنا معهم من أجل تحسين نوعية الملاعب حتى على مستوى العشب المستخدم على أرضيتها، وصولاً إلى جودة النقل التلفزيوني للمباريات وسبل تطوير جودة الصورة. جودة الملاعب والبث التلفزيوني سيمنحان المباريات شكلاً أفضل.